بفترة من الفترات عرض عليك سفير أحد الدول الزواج وأنت رفضتي. طيني ايدك خلينا نبين مو تباوع عبد الله. انا اعتذرت عنه. ها اي يلا طيني ايدك. اي يلا طلع العظمات وسولفي. اوكي انت شو تسوي لازم؟ اي منال ليش رفضتي الزواج من هذا السفير؟ اي اعتذرت من عنده، ما حسيته هو اني يعني. هو اهم شيء انه تشعر الشخص المقابل انه انت نصفك الثاني، انا ما شعرت بهذا الشيء. بغض النظر عن الكل لامتني عن هذا الموضوع انه هو وصول، انه هو مال، انه هو كذا. فقلت لهم انا ما محتاجه شخص حتى يقولون منال زوجة فلان، ليش ما يقولون منال هي الشيء المهم يعني. ممكن المشهوره يتم شرائها بالمال وتستغنى عن عواطفها وعن حبها من اجل المال حتى تعيشها بعز. كلش هواي ناس دا يسوون هيك، وانا ضد هذا الموضوع، انا ما لي علاقه. انا مو هيك.